أنا اعتقادي أن المؤسسة الأمريكية التي تحكم بجد هي مؤسسة واحدة بفكرها، برؤيتها، بتكتيكاتها، باستراتيجياتها، بخطتها للهيمنة على العالم، حاجة واحدة. ومن ثم أنا لا أظن أن تغيرا دراماتيكيا قد يحدث، لكن ممكن يعني شوية كل واحد تكتيك معين، لكن الكل بيخدم الهدف الاستراتيجي الأساسي الذي يهدف إلى السيطرة والهيمنة وقانون الغاب وإعلاء القانون الخاص على حساب القانون الدولي، زي ما حصل في قانون جاستا اللي احنا شفناه مؤخرا، واللي هو مش بيهدد المملكة العربية السعودية إنما بيهدد الأمن القومي العربي بأسره من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب. وخلوا بالكم احنا كلنا مستهدفين، وبكرر الكلام ده وحقوله للمرة الألف، وبقوله دلوقتي عشان الإجراءات اللي بتتم والاستعدادات اللي بتتم ل 11-11 يوم الجمعة يا مصريين، السفارة الأمريكية والسفارة الكندية، ويوم السبت السفارة البريطانية، طلعوا ما يشبه البيان الثلاثي، حذروا فيه من أعمال قد تكون أعمال عنف، وقالوا لناسهم يا جماعة خليكم على جنب. وكانت الرسالة رسالة للخارج، أطلقوا تحذيرات باحتمال حدوث أعمال إرهابية يوم الحد 19. الغريبة يبدو أنهم جالهم حول، لأن في اليوم ده في أمريكا أصيب 4 ضباط في إطلاق نار في كاليفورنيا، انقلب مركب في تكساس وأصيب 8 أفراد، قطار خرج عن القضبان في نيويورك وأصاب 100 شخص، احتجاز 6 رهائن في ماكدونالدز في لورينا. إنما مصر امبارح كان في احتفالات بمرور 150 عام على البرلمان المصري في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسي وحضور شخصيات دولية رفيعة المستوى، وتقال كلام جميل جدا. والاحتفالات ما كانتش بس داخل قاعة، احتفالات كانت في كل شرم الشيخ. تهديدات أمريكا وإنجلترا كان من نتيجتها إنه الموظفين المصريين راحوا شغلهم وقعدوا على القهاوي عشان يتفرجوا على ماتش مصر والكونغو. مصر كسبت الحمد لله. شعب مصر شعب واعي فاهم ومدرك ولديه إحساس ويقين ببلده العظيمة. شعب مصر يدرك تماما أن الهدف هو دولته. يا جماعة احنا عارفين ان بلدنا مستهدفة، يا جماعة احنا عارفين ان الشعب المصري العظيم مستهدف احباطه ان يصل الى مرحلة اليأس، عنده مشاكل وازمات للصبح، عندنا غضب للصبح، عندنا زعل للصبح، وعندنا نصائح للصبح. ما انتوا لازم تعرفوا احنا لما جبنا الرئيس السيسي احنا جبناه بشروطنا اللي هو شاركنا فيها،